السلام عليكم بهذا المقطع يا شباب. راح نفتح البنر شخصية شني. طبعا ما تدرون حاليا اعلان وقت تصوير هذا المقطع استوها نزلت شني قبل ساعة نص ساعة 10 دقائق صراحة ما ادري بالضبط. فحبيت افتح الشني نفسه يشوفون عندنا تقريبا 16 سحبة. ولا دخلنا على الهيستوري راح نشوف عدد السحبات حاليا انا ساحبها. شوفونا يا شباب انا بالصفحة ال 15 فحرفيا ساحب 71 سحبة وعدنا 16 فين ان شاء الله مضمون انه راح يطلع لنا الفايف ستار. فراح ندخل نشوف شنهي نجربها. الصراحة متحمس لهاي الشخصية اتمنى تطلع لي لانه صراحة من التصميم هيك الشخصيات تعجبني. فيه خلينا اول شيء نجرب شنهي بما انه الصراحة جربت قبل مدري سنة 8 شهور ما اذكر بالضبط شو كان نزل شنهي. اوكي يا شباب يلا نبدي نسوي الاي مالتها واللي هو يزيد الكرايو. يعني شوفون كايا اللي موجود بالتسرن يضرب كل ضربة 10,000 من ورا الاي مالتها. شغلوا الالتميت. صح يا شباب السبب الرئيسي انه انا عندي جانو عندي اياكا فعندي هواي شخصيات من شخصياتي كرايو فلذلك احتاج هاي سبورت الكرايو نفس شنهي. فيه صراحة ما اشوف انه خسارة اجيب شنهي لانه صراحة اريد اياكا اطلع كل قوتها. فيه نجرب هسه على التكايا يلا. اوكي نبدا الصراحة بالضبط ايش اعتقد 7,000 اعتقد دمج كايا. فيه بلع نايس صح شنو يرادي له شوية بلد و فحاليا يعني الصراحة ما اذكر بالضبط كل خصائص شنو لانه من زمان قريتها بس يعني حسب اللي اتذكره هي تعطي سبورت كلش قوي الشخصيات الكرايو لذلك راح اجيبها. ايضا نعوف حاليا سأياكا راح نجرب هاي الشخصية الجديدة. يا شباب التصميم رهيب اعتقد اول ولد هيك مدري هيك صغيرون او هيك يعني نفس شخصيات القزم. ايش يستعمل يستعمل قوس يب صراحة ما ادري بالضبط هو اعتقد حسب ما شي قريت ممكن بحد بوستات الانستغرام انه هو سبورت للفيزيكال والله ما اعرف. فيرادنا شوية واحد يقرا خصائصه على مود اعرف من يصير سبورت. بس هذا خالين ويا ريزا فاكيد انه سبورت للفيزيكال هو شغل مالته الالتميت. بعدها نرجع نضرب بريزا نشوف ايش قد راح يقوي لنا. اوس 6,000 يب ازداد شوفون عن كان قبل ضرباته 5,000 وين بف مالت الشخصية صار 6,000 يعني بف بسيط. اوكي يعني صراحة الشخصية ما راح احكم عليها هسه يا شباب لانه نفس ما تدرون انا شوي مبتعد عن جنشن فترة اخيرة فلذلك صراحة ما اعرف كل حركاته ما اعرف شنو قدراته ان من راح يصير سبورت. ف بس يعني كطريقة لعب مستحيل انه هذا الشخصية دي بي اس او شخصية راح تكون نقول اساسية تضرب بها الدمج هاي راح تكون شخصية سبورت. واعتقد بما انه ريزر خالين وياه ف نسبة كبيرة راح يكون سبورت الشخصيات الفيزيكال. فنبدي يا شباب وبسم الله نقول يا رب واول 10 سحبات وراح يطلع لنا بي عن تقريبا نسبة 99% 5 ستار. فنقول يا رب يطلع الشخصية الجديدة ويه بسم الله بسم الله يا رب يا رب يا رب يو ليتس جو 5 ستار يا رب يا رب شنهي بليز بليز بليز. اذا مو شنهي اريد تنياري او هاي الشخصية ما اعرف صراحة اسمها هاي مال شنها تشبه ديلو بس شخصية ثوية. يا رب يا رب شنهي يا رب شنهي يا رب شنهي يا رب شنهي بليز بليز. اوه شت سكروس مو وقتك. اوه يا رب يا رب بسم الله بسم الله بسم الله يا رب بسم الله. السحبة جاي السحبة جاي يا شباب ليتس جو شني ليتس جو يا مرة اعتقد الثالثة او الرابعة او الخامسة ممكن افوز بيها 50-50 ايزي 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 شني حرفيا ايزي. جبنا شنهي اعتقد راح اسحب بعد اوكي راح اسحب لنا 4 سحبات اللي عندنا
ما طلع لنا للاسف الشخصيه الجديده، اتمنى تطلع لنا الشخصيه الجديده. وش تصدقون يا شباب احتياطا، يعني انا ما اعتقد حظها قد وصول، لكن احتياطا راح افتح بين اياكا. خاش تطلع لنا كونسليشن، يطلع لنا كونسليشن اياكا. نسحب يا رب الشخصيه الجديده. اي ماكو العدسه اي شيء، ما تعرفون يعني حظ اسطوري، حظ اسطوري، فلذلك مستحيل يطلع شيء. يا رب الشخصيه الجديده. نايس، يعني لا تباعون هذا الشكل السلاح، ترى هذا يعني على جوز شخصية جديدة. ما عليكم ما عليكم يا شباب، حظ اسطوري. اوكي شيء عندنا صار كم سحبة، يب عندنا هاي السحبة. بس صدقوني يا شباب راح اسحب على بنار اسلحة. اعتقد انه يب اوكي نايس. اهم شيء يا شباب نطلع عنا شخصية شنهي، وهذا الشيء الاسطوري المهم. فنجي نغير نخلي شنهي ويلكم تو ذا تيم شنهي يا بوي. فهسه يا شباب نكون نبدي نجمع مواردها. بالنسبة صراحة هاي قطع عندي، لكن هذا القطع وين هذا الصراحة ناسي. هذا اللي نزل صح، ما ادري ايش اسمه، انكم يا ما ادري ايش اسمه المنطقه، راد لنا تجميع. فيه راح اوف تطويرها على مود المقطع الجاي. وايضا بالنسبه للسلاح راد لي اشوف شنو افضل سلاح عندي شخصيه شنهي، ويه كنا نبنيها شويه. صراحه شيء اسطوري انه طلعت لنا هاي الشخصيه. يعني صراحه شخصيه ممكن راح تفيدني كلش بالفريق، خاصة وهي شخصيات يعني نفسي تشوفون. اني عندي شخصية جانيو وعندي شخصية اياكا، وحاليا اجى شينهي وياهم، فراح تكون سبورت اسطورية للشخصية للشخصيات بناتي. فهي بالنسبة لهذا مينكا اسمه، صراحة للاسف ما طلع لي، يعني هو عاجبني شكله تصميمه حلو، فان شاء الله يطلع لنا بالايام الجاية. للاسف ساينو يعني على الرغم والله كان نفسي اجيبه، لكن كنت اريد شنهي اكثر. حاليا الهدف الشخصيه الجايه اللي اتمنى تطلع لي هي شخصيه ايولا، احاول اجيبها على مود يكمل عندي دي بي اسات، اقوى دي بي اسات باللعبه كلها موجوده عندي بالحساب. فيه لنا وصلنا هذه المقطع، اتمنى عجبكم المقطع يا شباب. خلونا نوصل لل 10000 اشتركوا، نسبه كبيره من يتابعون المقاطع ما مشتركين. ويه قولوا لي شو رايكم عن الشخصيه شنو، وهل سحبتوا لها او لا، ونشوفكم باغرب وقت ان شاء الله. السلام عليكم.